غرفة الجلوس هي منطقة كتير أساسية بالبيت، ولهالسبب اليوم رح تعطينا كمان أفكار كانت موجودة ورجعت بعدها عم تنوجد أوقات ببعض البيوت. مارينا وفارق العلامة. صباح النور. صباح الخير. كيفي؟ الحمد لله. وانت؟ مشتاقين لك جوزيف، يوم مش هون. انت بدوية حبيبتي. اليوم بدنا نحكي عن موضوع هي اواد القعده او حتى الليفينج سبيسز، يعني بتعرفي بتنزلي لهم بدرج. يعني هيدا بتستعمل اوت دور، بتستعمل حتى بقلب البيت، يعني في بجنينات اوقات بحطه مثل كورنر يقعدوا. هي ماخذ الفكره من المجلس، كيف كانوا يقعدوا كلهم يقعدوا الديوان هيك بيتمجلسوا حوالي بعضهم، يعني تيعملوا مثل اكثر العائلة بتجتمع. إذا بتعزم، بتعرف احنا بلبنان معروفين إنه احنا شعب متضاف، يعني بنحب نعزم، بنحب على طول يجوا أصحابنا لعنا على البيت، مش مثل برا. برا أكثر الناس بتعزم لبرا، إنه بضل البيت بتلاقيه منظف مرتب ما في. بقى الفكرة من هيدا الشيء إنه كيف يقدر واحد يعمل ليفلز أو دراج بالبيت، يعمل يجمع ديزاين القعدة وين ممكن تستعمل؟ يعني فيها تكون بأوضة نوم، فيها تكون بصالون، فيها تكون برا بجنينة، يعني في كذا فكرة ممكن نستخدمها ونستعمل كذا ماتيريال بالديزاين تبعنا. يعني فيها نستعمل الخشب أو الستون، يعني الحجر، حسب وين البيت وكيف الستايل تبعه والديزاين اللي بدنا إياه والألوان اللي بدنا إياهم حتى بالقعدة. يعني إذا كان مثلا بيت بالساحل أو بيت بالجبل بتفرق هون القصة؟ أكيد، لانه اذا اذا مثلا على البحر حتى الاستعمال الماتيريال بيكون غير، واللوك تبع البيت بيعطي غير. طب مش هيك اول شيء بيسالوا وين موقع البيت تقدر واحد يشتغل الديزاين على اساسه. يعني تخيل انت بيت بالداون تاون ما بيفهم اجى انا عامل لك اياه ملبس كل حاجه. يعني في قصص انه بتختلف، مثلا بقول لك اوقات بيت الجبل احنا بنحط فيه هدول القصص، بنحطهم بيت الجبل لانه علو اكثر، يمكن ديزاين غير وجنينات غير. يعني هون بيختلف الديزاين، الواحد لازم يشتغل على هالاساس حيلا ستايل بده يبقى بالبيت. هنشوف شوي صور هيك للمشاهدين يتابعوا معنا اكثر الفكره اللي عم جايب نوصلها. بنشوف هيدا الاسباس مودرن، ليك كيف عاملين الكونسيب، بس القعده مبرومه بس على ستيل المجلس هيك، بس صارت ليفينج بوج بعضهم، وبتنزليهم بثلاث اربع ادراج. حاطين الباركي والفرش مودرن، فيري سمبل نيت، بيتماشى مع ستيل البيت اللي هو كثير. هيدا بسموه مودرن بس فيري كونتمبرري، يعني ما في الالوان البيور الابيض اللي هيك، بتحسيه كثير مريح كثير مرتب. هيدا الاستوديو تبع عالم صباح قبل هيك كان شكله كان مبروم، بس ما كان عنده دراج، ما كان في دراج. ايه بس هيك كان نفس الشيء. ايه انا بحب بعدنا هيدا الستيل بالقعدات. هون بنشوف برا، هي على بالنا نروح نقعد هيك قاعده انا وياك. اوه هيدي ضروري على البحر. بتعرفي شفتي كيف جايين الكاوتش مع عاملين الفاير بالنص. هلا اغلبيه البيوت اللي عم بيعملوا جاردنز وهيك عم بيستعملوا هيدا الكونسيبت بالقعدات اذا عندهم مجال بجنينه، يعني مش انه يشتروا كنبايه ام اثنين. حلو تجمع هيك قاعده مع نار هيك بالنص او طاوله مهضومه. يعني هيدي خرج السانست هيدي القعده غير شكل. بس ما فيك السانست ما بتزبط، بدك تقعدي كل شيء في عالم هيك، انه بتساعد كثير الكاتش. يعني هيك السيستم القعدات تجمع ناس، بيقعد مينيموم 8 لتسع اشخاص مجموعين حول هيدا القعده، وبذات الوقت الزوايا بتستفيد منهم، فيك تنام تمد اجريك عليهم، يعني ما مش انه كنبايه اثنين، بتحسها كقعده مريحه اكثر. وللاوت دور اغلبيه الفرنتشر عم بيستعملوهم، بحطوا البني، عم بحطوا الرمادي، عم بحطوا كثير هيك ابيض، بيستعملوا الدك الخشب اذا كان على البحر، واذا كان بالجبل عم بحطوا. رح نشوف هيك صور معنا بعد اكثر اذا البيت بصوب الجبل كيف ممكن تعمل هيدا القعده بلوك كمان مختلف. هيك هون مثلا بالتافه التشاينيز ستايل ما بيعملوا لك اوقات على طول، بس يقعدوا ياكلوا بكون الطاوله وبيقعدوا كانه على الارض، هيك بتعطي شعور هيك مختلف، هيك مور اكثر هيك بالبيت ومريح. هلا هون بنشوف ليك الليفل هيدا، يعني في ناس كانوا كثير يستعملوها من زمان بال 80s 90s، كانوا كثير يستعملوا هيدا الشيء، هلا ما عادوا اكثر، صاروا بخلوا الاسباس جالس. وانا فينا نعمل اذا واحد عارف انه كيف بدي اعمل هيدا الافي، في اعمل ليفلز بقلب البيت خشب، اعمل ثلاث اربع درجات ارجع انزلهم بالنص للعالم يقعدوا فيه. لانه يعني اذا واحد اذا بقول لك انه انا بيتي طب بطابق ببنايه كيف في اعمله؟ بس هيدا الشيء بيستعمل اذا البيت كبير، اذا البيت صغير ومساحته ضيقه ما فينا نفوت بهيدا الكونسبت هيدا الديزاين، لانه كثير بيصغر من مساحه البيت. بينما اذا عندنا مساحات واسعه، يعني فيلا غير شكل شي بيت على البحر، حلو فيها نسمح لحالنا نفوت بهيك ستايل وهيك ديزاين، لانه اول شيء بيكسر من الروتين تبع الاسباس انه كنبيات وقعدات، عم نعطي لوك جديد، وبذات الوقت بيعطي هيك تاتش مختلف، عم تنبسطي انك يا نزلت تقعدي او طلعت على ليفل تقعدي فيه، يعني كانك غيرتي بستيل القعده. بتعرفي كل الدايننج اريا او المحل غرفه الطعام كل بالصين او باليابان بيشتغلوا على هذا المبدا، يعني بتقعدي على الارض بتوطي، يعني بتنزلي بتحسي هيك الليفل مختلف، بيعطي ستيل تاني.
رح نشوف صور غير معنا كمان. تقدر واحد هلا بدرجة الصيفية على الربيع كله عم بيقعد برا يشوف شو بقدر يعمل ويزبط ببيته. هون بنشوف كمان أكترية هيدا الكونسبت بالقعدة، يعني ينجمعوا حوالي هيك قاعدة النار أو يعني بيعملوا هالشمينيه على الحطب اللي بتنحط جوا وبرا، وملاحظة إنه كلهم في كونكشن بين البيت من جوا والطبيعة، يعني هيدا القعدة بيقتل بيستعملوها تيجمعوا أكتر عدد عالم ويكونوا قاعدين كأنهم بقلب البيت وبذات وقت كونكتد مع برا مع الجنينة. هيدا الشيء اللي عن جد عم نفقد له نحن هلا، عم لاحظ أغلبية الناس بس تسافر بتركض لك بدي أقعد بشي بارك بشي محل برا، صح عم نشتاق للطبيعة إنه نرجع على هيك واحد يتنفس اكسجين نورمال نضيف نضيف ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بنشوف هون كمان القعده، البيت كثير مودرن هون لكن الازاز والفيو عاملين هيدي القعده برا، يعني انت اذا قاعده بقلب البيت ما بتقشع كنبات من برا، الكونسبت من وراء الاركيتكت هيدا تحس انه الساحه بعدها كلها نظيفه قدام البيت، مش انه في كنبات واقفين والستركتشر بتضلها بس انت عليك تضب الطراحات، يعني مش جينا بفكره انه اوقات بتفصل الشتاء كل الناس بتصير تضب الاغراض وهيك، لا هون بعدها القعده صارت من ديزاين البيت، يعني باللاندسكيب اكثر شيء بيصير بس يعملوا جنينات والحدائق والقعدات كثير عم استخدموا هذا الكونسبت لانه بكون صار كانه يعني ضربتي لحساب انه القعده تكون هون، مش انه الكنبيه ولا بننقلها ساعه بنحطها قدام ساعه بنشيلها، هون انه مخصص انه قعدتنا بهيدا المنطقه بهيدا المنطقه بنقعد فيها وعم تعطي بعد مدر للعين لما في شيء طالع بالاسباس. انا شفت يعني الديزاين والايتمز كله بيختلف حسب الستايل تبع الديزاين، ما فيني اعتبر انه ولا يلا هيدا الترند هيدا نطبقها وين ما كان هلا، لا كل بيت وكل ستايل وكل شيء بيفرض عليك ديزاين معين ولوك معين تقدر تتماشى معه وحسب الزبون شو بحب، يعني في ناس بتقول لك انا بحب كل شيء ابيض بالبيت كل شيء بيور لاينز انه بحب انه بيوسع بيشرح القلب يعني بين القطع هن طايرين، في ناس بقول لك انا ما في اقعد بهذا البيت مستشفى كانك قاعدين بالمستشفى، يعني انت بتعرفي هيدي الاذواق بتختلف مثل الثياب، يعني انا بعتبر كيف واحد بروح على الفاشن تبع الثياب انه على طول في ترند وهيك، هذا البيت بينطبق على الفاشن تبع حسب اشخاصه بالزبط. يعني انه انت يمكن بتحب اللون الازرق تمام انه لبق لي كثير حلو اليوم ثانك يو، بس في ناس بالبيت تقول لك لا انا ما في احط هذا اللون بيزعجني كل الوقت، يعني بيختلف هذا الشيء. بنشوف هون كيف بس عاملين الخشب البيت عاملين ليفلز وبتنزل قاعدة الشمينة كله اذا ملاحظه يا في قاعدة شمينة يا شمينة بالنص يا يا على الحيط وجمعين هالقاعدة حواليها يعني واغلبية الالوان بهيدا الشيء ما بحطوا كتير باترنز، يعني بيستعملوا على طول لون واحد سادة فيها لانه تخيل القاعدة كلها مجموعة على بعضها وكتير بتعرفي فيها كتير باترنز بتوجع العين بتوجع مريحة، ليكي هون هالقاعدة بالجبل شوفي شو بدك تعملي تظبطي لنا الجبل شي قاعده تعملي لنا اياها هيك، ليكي كيف حاطين الكوشنز مستعملين الحجر من ضمن الجنينه يعني كله مستعمل قاعده النار حواليه، انا هيدا بتقعده مينيموم 9 اشخاص حواليها. هون البيت كثير مودرن كل التراس باركيه في البيسين عاملين الليفلز الدراج هن بذاتهم مكملين امتدادهم عاملين القعده وبتحط عليها الكوشنز اللي بدك اياهم، وهلا في كثير ماتيريالز بالكوشنز حتى فيهم يضلوا برا صيف شتا هدول ووشبل بتعرفي هول الووتر بروف بينحطوا برا يعني تيوفر واحد على حاله يفوت الاغراض ويطلعهم لبكه فيك تتركيهم صيف شتا برا، يعني عم نهين عليكم القصص بتعرفي لانه كثير الماتيريالز بتلعبوا دور اساسي، يعني هلا في كثير عاملين قعدات وكراسي برا بلاستيك يعني ما بصير لهم شيء بفصل الشتاء ما بصير لهم شيء بالصيف اوقات اشعه الشمس بتعرفي اوقات شيء ببوخ لونه ام كذا ممكن يطيروا بس اذا كان في هواء كثير حسب كيف اذا مربطتيهم منيح بالقعده ما حيطيروا بس هيك يعني تو قدر الواحد يطلع شوي من الروتين، انا عاده بيفرشوا كنبيات ما بقى بدي اشوف كنبيات محطوطين كل وقت، انه واحد يعمل شيء هيك مور ستايلش ديزاين اكثر خصوصا اذا عنده مساحه، يعني انا ما ممكن افرض على حدا انه لا بدك تعمل هذا الديكور اذا البيت صغير او جنينه مثلا متر بمترين يعني انه انه نو واي يقدر يشتغل شيء هيك، بس حسب بتلاقي في ناس عنده لاندسكيب كثير حلو ما عارفين مستفيدين منه، يعني اذا حد حتى اخذ ريد جاردان ببنايه في منهم بيبقى في الجنينه قدامهم بس ما بعرفين مستفيدين من الديزاين تبعها او كيف ممكن يفرشوها بطريقه حلوه. بتمنى هيك كون عطيت شوي افكار اليوم جديده ومختلفه مثل العاده اكيد واكيد انا بشوفكم جمعة الجاي اكيد مارينا رح نتابع بعد لحظات محطاتنا ورشه ملح مع الشيف سليمان ومن بعدها زودياك واتصالاتكم مع كارمن خليكم معنا